بس انا وجهة نظري برضو عشان ما بنديش حاجه حجم اكبر من حجمها. طبعا انا بالنسبه لي كانت صدمه، كانت مفاجاه، وانا عندي مدرسه في التعامل مع المديرين الفنيين، ان انا المدير الفني ده اول يوم بتعرف عليه فيه بقول له انا مش المشرف على الكوره او الفوتبول دايركتور، انا شريكك في وقت من الاوقات، وفي وقت التاني اعتبرني واحد من المساعدين بتوعك، ليك كل الصلاحيات، ليك كل حاجه، انا هبقى امين معاك في كل حاجه، في كل المعلومات اللي بتاخدها اللي بتخليك تاخد قرارات. فانا الراجل ده انا اشتغلت مع ثلاث مديرين فنيين، مستر جروس ومستر ميتشو، وهو هو اكتر واحد انا يعني استريحت معاه في التعامل، واكتر واحد كان يعني مش عايز اقولها بطريقه ابقى بخبط في الناس التانيه، بس يعني هو كبني ادم كشخصيه هو سوي جدا يعني في التعامل. فانا كان استغرابي منه ان هو يعني هو ملوش حركات مجنونه، يعني في مدربين بتبقى ليها حركات ممكن يقلب الترابيزه في اي وقت، ممكن هو مش من الشخصيات دي. فانا استغربت جدا وقلت له طب انا تحب اديك مهله تفكر. لقيت برضو ان هو بيقول لي لا انا عايز اسافر بكره، واللي هتساعدني في حاجه تساعدني في ان انا اديكوا الفلوس بتاعت الشرط الجزائي لان انا عايز اسافر بكره. فلقيت ان الموضوع محسوم. بلغت الاداره. طبعا الجلسه دي قعدنا 4 ساعات افهم انا ووكيله ايه السبب، ما لقيناش اي سبب ولا انا ولا وكيله، ووكيله كان مستاء من الموضوع جدا لدرجه ان النهارده في الاجتماع ما رضاش يجي معاه، يعني قال له انت خدت قرار لوحدك فخلاص يبقى خلص الموضوع مع النادي لوحدك. وانا اللي قابلته بلغت طبعا الاداره، والاداره كانت برضو مستاءة ومستغربة جدا، وفي الاخر اجتمعوا بيه اتاكدوا من الكلام اللي انا قلته. مستر مرتضى في فيديو هيتذاع من ساعة ما الراجل دخل من الباب، يعني حتى ما قابلوش وبعدين فتحوا الكاميرا، يعني من ساعة ما دخل من الباب بسلم عليه، قعدوا مجلس ادارة وسألوا اسئلة كتير، هيتذاع النهاردة في القناة بتاعة النادي وعلى الصفحة بتاعة المستشار. في الاخر الراجل ما عندوش اي مبررات قالها، يعني ما اقدرش اقول لك مفيش سبب ما قالش حاجه. يعني عارف مثلا لو قال لك انا عندي مشكله في الفلوس فنقول له طب نعدل لك الفلوس، طب عندي مشكله مع الجهاز فنغير في الجهاز، طب عندي مشكله مع اللعيب، عندي مشكله مع المشرف على الكوره، هو ما قالش اي حاجه. انا بشكر كل الناس، انتوا كلكم فعلا ساعدتوني، وقال كده في الفيديو، يعني الفيديو ده هيبان. ولكن في الاخر الموضوع ما بيقفش على حد، وانا شخصيا نايم يعني ضميري مرتاح، انا ما قصرتش مع الراجل في اي حاجه. وهو نفسه بيقول لي يعني بيقول لي احنا هنفضل اصدقاء، قلت له يعني مش هقدر، يعني فعلا يعني انا ما عنديش اي مشكله في ان المدير الفني يمشي او اللعيب يمشي، بس عندي مشكله في ان لا انت ما تنامش تصحى. انا قلت له يعني حتى اديله امثله، يعني قلت له يعني طب تعالى نقلبها بالعكس، تخيل انت كده بعد السوبر الافريقي مثلا، رحت انا تاني يوم كنا قاعدين بنتغدى مع بعض ورحت قلت لك كوتش معلش احنا هنفسخ العقد، قال لي هتبقى حاجه غريبه وهتبقى حاجه مستفزه. فحتى بقول لك القعده كانت غريبه، يعني القعده كانت غريبه، انا كنت حاسس ان انا قاعد مع واحد مش هو ده كارتيرون. لكن في الاخر انا بتمنى التوفيق للفرقه، مش لحد تاني، بتمنى التوفيق للفرقه. وانا شايف ان انا المجلس الاداره واللعيبه ما قصروش في اي حاجه، ما اتكلمش عن نفسي لان انا في الاخر مش هتكلم عن نفسي يعني. بس انا مستغرب جدا من الموضوع، وانا بتوقع انه في خلال فتره قليله هتلاقيه بيوقع في حته برقم كبير، وهيبقى هو ده السبب. يعني لو انتوا بتسالوني على السبب هتعرف السبب.